يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة فإنه يصوم في اليوم نفسه. نعم. الذي بعض الناس إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة فإنه يصوم في اليوم نفسه الذي فاتته فيه، ويلتزم بذلك ويجعله عقابا له وإرغاما للشيطان، فما حكم هذا الفعل؟ هذا تشريع جديد ما أنزل الله به من سلطان، بدعة، لكن عليه أنه يتوب إلى الله ويندم ويحافظ على صلاة الجماعة، هذا الواجب عليه. نعم.